من الفتن التي ما ظهرت بعد فتنة الأحلاس والسراء والدهيماء. شرح الحديث: فتنة الأحلاس جمع حلس، وهو كساء يكون على ظهر البعير تحت القتب. القتب رحل صغير يكون على قدر سنام البعير، فوقه يجعل كساء غطاء قطعة قماش على ظهر البعير تجعل الركوب عليه مريحا. لكن ما علاقة هذا بفتنة الأحلاس؟ أن هذا الغطاء الذي يجعل على ظهر البعير ملازم لظهر البعير، على ظهر البعير دائما. وكذلك هذه الفتنة تلازم الناس حين تنزل بهم، كما يلازم الحلس ظهر البعير. كيف هذه القطعة على ظهر البعير مثبتة باقية على ظهر البعير دائما في السفر من أوله إلى آخره، والقطعة هذه موجودة عليه، وهذه الفتنة مقيمة على الناس لا تغادرهم. وإنما وصفت بفتنة الأحلاس لدوامها وطول لبثها أو لسوادها وظلمتها. ما هذه الفتنة؟ ما طبيعتها؟ فتنة الأحلاس هرب وحرب. ما معنى هرب وحرب؟ يعني يفر الناس من بعضهم البعض، يعني في بينهم عداوة وقتال شديد، في نهب. وحرب نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له، يسلبه ماله ما يترك له شيئا. إذن طبيعة الفتنة هذه، فتنة الأحلاس، أن الناس يقاتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، حتى إذا واحد سلب الآخر ما يترك له شيئا. والناس يفرون من بعضهم، يفرون من بعضهم من شدة الفتنة هذه، مذعورين متفرقين. هذه الفتنة طويلة ممتدة تلازم الناس ما ترتفع عنهم إلا إذا شاء الله. هذه فتنة الأحلاس. ومن يتأمل بعض الأشياء الآن التي تقع الآن، كما يحدث في بلاد العراق مثلا، كيف ممكن يكون اختلال الأمن والسلب والنهب؟ ممكن يدرك كيف يعيش مجتمع كامل تحت في جو من هذا النوع. طبعا لم يصل الحال بهم إلى هذه الدرجة. نحن لا نقول الآن هذه فتنة الأحلاس، لا، لكن في مقدمات، في أحوال تذكر الإنسان بهذه الفتنة. ممكن تكون الآن مصغرة، لكن إذا جاءت فتنة الأحلاس كل الناس هرب وقتل وسلب، هذا شيء عام، عام في الأمة. قال الخطابي: الحرب ذهاب المال والأهل، راحت عليه أمواله وأهله، قتلوا والمال سرق نهب. فتنة الأحلاس هرب وحرب. وليش قال بادروا بالأعمال؟ يعني الآن انتهز الفرصة في العبادة، يمكن يأتي عليك وقت ما تقوم فيه الليل ولا تصلي الضحى ولا تستطيع، ليس عندك من الهدوء وراحة البال ما تستوعب به قرآنا تقرأه في الصلاة أو ركوعا وسجودا مطمئنا ووقت تدعو فيه، لأنك في شغل من نتيجة الفتنة. ثم فتنة السراء. بعد فتنة الأحلاس ستأتي الثانية، وهي فتنة السراء. والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء.
هذه فتنة السراء. ابتلوا قبلها بالضراء، وبعد ذلك سيأتيهم تهدأ الأمور، تضع الحرب أوزار، ويبتلوا بفتنة جديدة وهي فتنة السراء، من الصحة والعافية، من البلاء والوباء، ولكنها سراء تنسيهم ذكر الله وعبادته، فيقعون في المعاصي بسبب كثرة التنعم. وقيل سميت بفتنة السراء لأنها تسر العدو. هذه فتنة السراء مبدأها من عند من؟ قال دخنها، يعني ظهورها وإثارتها، من تحت قدمي رجل من أهل بيته. إذن هو من النسل النبوي الشريف، لكن هذا الرجل وإن كان من نسل النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه وسلالته، لكنه ليس من المتقين. فيوجد من آل البيت من هو كافر وفاجر فيه، وقد تبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام. عمه أبو لهب كان كافرا ومات على الكفر، وتبت يد أبي لهب وتب. فلذلك ذكر قال: إنما أولياء المتقون. دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي، فهو الذي يسعى في إثارتها ويملك أمرها وزمامها. قال: يزعم أنه مني، أي في الفعل يزعم أنه مني، وإن كان مني في النسب حقيقة وليس مني، يعني ليس مني في الفعل، هو في النسب مني لكن في الفعل أنا بريء منه، وليس مني، لأنه لو كان على هدي ما هيج الفتنة. إذن هذا هو الذي يهيجها، وهذا كقوله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. هو ابنه. طيب، فتنة السراء هذه كيف ستكون نهايتها؟